الإله المدني المختص في طب الأطفال والأمراض العصبية عند الطفل. أهلا وسهلا بك. مرحبا دكتور. مرحبا، كنسمعك. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. موضوعنا اليوم هو السفر والأطفال. احنا كنعرفوا بأن السفر واحد المتعة، واحد الفرحة عائلية، يعني كنحسوا بها جميع دكتور عبد الإله المداني، ولكن ممكن يكون اصطحاب الأطفال قد يسبب للأهل التوتر والانزعاج، ويسبب كذلك للأطفال التوتر والانزعاج. دكتور، شنو هي أهم النصائح وأهم الخطوات كذلك الصحية اللي ممكن أننا ناخذها بعين الاعتبار قبل السفر دكتور عبد الإله المدني؟ فعلا بحال اللي قلتي، خص فصل الصيف السفر، الأطفال كيسينوا المتعة والعطلة، والكبار حتى هما من بعد عام ديال الخدمة. المشاكل اللي كنشوفوا بزاف في فصل الصيف، أكثرية في السفر ولا غير في لابلاج ولا في أي حاجة، كاين مشكل ديال الشمس، الحروق ديال الشمس. لأن عرفوا بحال اللي كنقول ديما، الطفل كيوصل الماء ديال فيه حتى 70%، حنا الكبار يلاه 14%. إذا كنشوفوا أطفال عندهم حروق ديال الجلد ديالهم، نعم، كيمشيو من ديك 8 الصباح حتى 6 د العشية، وديك الطفل تحت أشعة الشمس، تنشوفوا دابا هاد الموجات الحرارة اللي كثيرة. إذا خاص الأطفال ديما نحاولوا نديوهم حتى قبل ما تخرج الشمس، ولا تن بعد العصر من الأحسن، وإذا خديناهم يعطوهم يشربوا الماء بزاف بزاف بزاف، يشربوا الماء، نعم، ناخذوا ديك لو تيغمال، ديك البخاخ، مرة مرة يرشوا عليه في وجوه، أكثر الوليدات الصغيرين اللي عندهم قلب ناعم. لو ديغمال الشمس ما عندوش مشكل، ما كاينش مشكل في لو ديغمال؟ لا، ما كاينش مشكل، كنفزقوهم بحال كنفزقوهم. طيب، واضحه. ايه، واحد الطريبيش فوق الراس، أيه مهم، مضيدرات، ومن الاحسن ما يكونش ديك الشيء ديك اللي كيدخلوا الاشعه وهما اللي كيضروا العينين، بلاستيك ولا نحاولوا فعلا نحاولوا نعزلوهم، يكونوا صحيين وطبيين. ايه، وطبيين، نعم. وبحال اللي قلت، كاين مشكل ديال السفر ديال حوادث السير، نعم، مع الاسف تيكثروا في الصيف، نعم. اذا خصنا ديك الطفل ملي نسافروا ديما حزام السلامه، نعم، اللي مهم مهم بزاف، نحاولوا نتفاداو ديك الاوقات اللي كيكون فيها الزحام، نعم، نخليو ديك الشريجمات بربعه هابطين شويه يتنفسوا، لان كيكون واحد الضغط مع الشمس، كتكون الطوموبيل عامرة، هذاك الشيء كيطلع الحرارة عند الطفل، تقدر توصل حتى 40، ديك الطفل يقدر يدير واحد النوبة ديال الصرع. نعم. ومرة مرة بحال اللي قلت يعطيو يشرب، وكل إذا تعطلوا ساعتين، كل ساعتين يوقفوا. ويعطوا الأطفال ديالنا يشربوا. نعم. دونك هادو حوايج مهمين. هذا السفر يعني بالسيارة دكتور. بالسيارة، لأن هو اللي كثير، ونحاول ديما قبل ما يسافر يشوف الحالة الميكانيكية ديال السيارة. نعم. والعجلات، لأن الله يحفظ كيطرطقوا. نعم. وماشي ديك غنسافروا نوض مع 3 الصباح نخرج مع حد يا خاوية ولا هذا، لأن مع الأسف الأكثرية ديال الحوادث الأب كيديه النعاس، وكيمشي ليه الفولون، كيقطع لوطوروت، تيسبق للجهة الأخرى. نعم دكتور، نعم. كاين المشكل ديال الأطفال اللي كيتلفوا. لان كنعرفوا البحر تيكون عامر، المدن كيكونوا عامرين، وكيمشي وديك الطفل كيتيه على الاباء ديالو، كتصدق واحد الخلعه عند كل شيء، عند الطفل ما عمره ما تينسى، كتبقى معقده طول حياته. وعند الاباء نفس الشيء. اذا يتكلف كل كبير بواحد صغير. وعلاش لنا ما نديرو ليش على نقول الدراري الصغار، انا اسمي نمره التليفون ديال اتصلوا به، اذا هذيك كنديرو الاطفال فيهم هاد الثقافه ما عندناش دكتور. وخصنا كان هذا البرنامج تبارك الله عليك توعيه وتحسيس، هذا داخل كنظن انها حاجه سهله وماشي عيب، وماشي هذه حاجه كنا كنديروا الاطفال اللي فيهم مرض السكر. ايه، وتمشات بزاف ونفعت بزاف بزاف الاطفال، لان ديك الطفل ملي كيهبطوا السكر كيبقى غير غادي حتى كيلقى راسو فشي بلاصه. نعم، والاطفال اللي ديما كناكدوا عليهم كيكون عندهم ديك السيستم كتبوا فيها، كيتصلوا بالاباء ديالهم تيعرفوهم، والا تيبقى مليح 3 ايام 4 ايام، نعم، تيقلبوا عليه ولا الله يحفظ ما تتعرفش فين. نعم، ذكرتي الاطفال اللي عندهم داء السكري، هما خاصهم واحد العنايه واهتمام خاص اثناء السفر دكتور. شفتي يا قال الاطفال الناجحين، الاطفال اللي عندهم مرض الصرع، اللي عندهم مرض الضيقه، اللي عندهم مرض، خص يكون معاهم الدواء. والاكثر الواحد اللي غيمشي مثلا الباديه ولا شي بلاصه في الجبل اللي ما كاينش قريب لا فارماسي، قبل ما تنسافروا كنديروا واحد خنيشه اللي فيها كاع الادويه اللي يمكننا نحتاجوهم. نعم. وكيخصنا في البوادي مشكل كبير ديال الافاعي وديال العقارب. نعم. العقارب. نعم.
كاين سيروم كيتباع في ديك الساعات. ما نخليوش الاطفال تيلعبوا في بلايص اللي فيهم حجر مجمع. ما نخليوش الاطفال يطلعوا للشجر. يلا السيمانه الاخرى شفت الطفل اللي طاح من فوق الشجره. نعم. ودار ايموراجي سيريبرال. نعم. نزيف. نعم. اذا خصنا نحضروا لهاد الاطفال. كاين المشكل ديال الغرق في البحر. ولا في الواد مثلا. وفيما كيمشيو يعوموا الاطفال. اذا الاطفال ديالنا خصنا نكونوا ولا لا بيسين حتى هو. نعم. يكون مراقب. نعم. وخصنا الاطفال نعلموهم يعوموا من الاحسن. ماشي نبقاو خايفين عليهم. نعم. وديما نمشيو للبلاصه اللي فيها المراقبه. نعم. مهمه. وديما يكون معاهم الكبير وماشي على ود كيعرف يعوم صافي نخليوه. نعم. وكاين المشكل ديال التسممات ديال الاكل. نعم. اذا خص الماكله في الصيف غير كتخمج. نعم. كتجي الخمج. نعم. اذا نغسلو مزيان الاكل ديالنا. وكيكون بزاف البوادي وهذا كاين بوصفير اليف. ديال الكبد. نعم. اللي كيجي من الفيروسات اللي كيجي من اليدين ما مغسولينش من الشلاضه ما مغسولاش. نعم. من الاكل ما مغسولش. نعم. اذا من الاحسن. نعم. بين هذيك الخضار يمكن نديرها في واحد سطو د الماء. إيه. ونديروا واحد قطعه جافيل. اربع معالق جافيل. نعم. نخليها واحد 10 دقائق. نعم. ومن بعد نغسلوها مزيان. نعم. وناكلوها ما غيضر حتى واحد وبالعكس لان الفيروسات وديك الشيء كيتنقاو من منهم. شنو رايك دكتور يعني السفر يعني عبر الطائره وربما بعض الاباء والامهات يعني يتبنون فكره انه الوليد ممكن تعطيه مهدئ من المهدئات باش يقدر يتحمل واحد 4 ولا 5 ديال السوايع ديال الطياره دكتور؟ هي كل ما هو مهدئ عند الاطفال ما كاينش وما خصوش يتعطى. طيب. وما كاينش. واضح. لان خطر على المخ وما مزيانش. نعم. الخطر على الاطفال في الطائره هما ديك الصغيورين. نعم. لانهم على الودنين. نعم. لان الطائره كيكون فيها واحد الضغط على داك الشيء ملي كطلع لواحد العلو كيحسوا بودنينا. ودنين. نعم. نعم. كنحسوا بهذا عند الاطفال تقدر ترتقل حتى التامبون. اذا خص ملي تكون الطياره غادي تطلع ولا الطياره ملي غتهبط ديك البيبي نديروا ليه بيبرون في فمو لان ملي تيكون تيمص تيحل ودنه. والاطفال اللي كانت مسافه طويله 6 سوايع ولا اكثر من الاحسن نسهروهم في الليل. نعم. ونفيقوهم بكري ديك النهار. وما نخليهمش ينعسوا ملي كيدخلوا الطياره على الاقل كينعسوا واحد الساعه ونص ساعتين. نعم. ما الادويه ما من الافضل لا. نعم طيب نصائح اخرى ممكن تقدمها دكتور بخصوص اللقاحات يعني كاين بعض يعني بعض الناس اللي ما كتكونش دايره لقاحات يعني قبليه وكتسافر بالوليد ولا البنيه يعني الى بغينا نقولوا لافريقيا ولا لاي مكان شنو الاحتياطات اللازمه والواجبه دكتور؟ هي كاين بصفه عامه خص الاطفال يكونوا دايرين الجلبه ديالهم عام كامل. نعم. وضد كاع الامراض لان خديت بحال دابا ليباتيت أ ديك بوصفير أليف الحمى الصفراء. دابا 5% ديال هاد الأطفال كيديروا واحد الشكل اللي فظيع وفيه أكثر من 70% ديال الوفاة. نعم التهاب الكبد. كاين التهاب السحايا لمينانجيت كيكثروا في الصيف. إيه. وكاع الأطفال اللي داروا في الجلبة ما عمرهم ما جاتهم هذا. نعم. وهي كتجي كتبان هذا في المغرب. نعم. تيفويد بعض الاطفال بعض القنات المود البلايص اللي بعاد ومعروفه فيهم كاين جلبه من الاحسن يديروها. وكاين بعض السفريات مثلا لافريقيا اللي كل دوله فيها لا فيفغ جون الملاريا وهذا كنشوفوا لانستيتيو باستور ولا معهد الصحه في الرباط كنتصلوا بهم في التليفون تتقول له اين بلاصه غادي وتيقول لك ها هما الجلبات اللي خصك دير قبل ما تمشي لهذا البلايص. تماما دكتور حتى يعني مبدا التواصل مهم دكتور عبد الاله المدني انك تشرح لوليدات قبل ما تسافر تشرح لهم السفر والمتعه ديال السفر باش كيقدروا يتحملوا هذاك التعب هذيك 4 سوايع ولا 5 سوايع يعني الجانب النفسي مهم دكتور. قصتي في اللب ديال الموضوع بصفه عامه عند الاطفال. نعم. لان مع الاسف اللي تبدل عندنا احنا دابا تنقولوا الدنيا تبدلات الدراري تبدلوا الكبار تبدلوا حتى حاجه ما تبدلات. نعم. طيب احنا والدينا. نعم. كانوا كيحكموا فينا هما والجيران والمعلمين وتيفسروا لينا. نعم. دابا الاطفال تقلبت القضيه ولا هما اللي كيفسروا المعلم ويفسروا الاباء وتيحكموا في الاباء ويحكموا في الجيران ويحكموا في. نعم. اذا هذه القضيه خصنا ديما نفسروا لاولادنا. نعم. وديما تنفسروا لهم ماشي كنقمعهم لا ايه لا علاش ايه علاش. نعم. ويلفوا وكنفسرهم بان ما حتى ما عندكش 18 عام راه عندك الصح ماشي ديما انا اللي عندي الصح. نعم. ولكن ملي كنهضروا وكنوصلوا لواحد النتيجه انا تنقول لك شنو دير. نعم.
نعم هذه حاجه مهمه. نعم. بحال الجلبه كيجي مثلا حتى العياده عاد راه ما قلتلوش غندير الجلبه باش ما يبكيش. لا خصني نقولها له لان الا ما قلتيها لهش كذبتيها له تيفقد فيك الثقه تماما تمام. اليوم في الجلبه ومن بعد في بزاف الحوايج. نعم. غنفسر له علاش الجلبه بان ما كيجيكش المرض بانك كتبقى صحيح بان هاشنو هاشنو وخص لازم ديرها وكتفسر له 70% الطفل تيجي واخا كيبكي وعلاش غيدير الجلبه ولكن فاهم علاش والاباء ما كتقولش عليه. نعم نعم. اذا التواصل هو اللي كنظن نقص بزاف عندنا في العائلات وفي المدارس. نعم بدا كيتفقد هو يعني ليس بمفقود ولكن بدا كيتفقد دكتور عبد الاله المدني لانه التكنولوجيا الحديثه وهاد الالعاب الالكترونيه وهاد التواصل دابا مع التليفون مع الايباد ومع نعم هذا الغزو. اذا كان الاطفال الخطر اللي كي مع هاد المسائل اللي كاين دابا هو لو فيرتوال. نعم. دابا بدات كتشوف النتائج ديالو ان الاطفال عايشين في عالم افتراضي. افتراضي تماما. عندهم كل شيء ممكن في الايباد كل شيء ممكن في التليفون. نعم. وملي كيخرج للعالم الواقعي في المدرسه مع المعلم ولا تعطيه اي حاجه خصو يحلها تيبدا يفكر بديك الفكر بان تيمشي لك عايش في العالم الاخر. العالم الاخر. وللاسف يعني حتى وليداتنا ما ربيناهمش على ثقافه انه يشوفك هز كتاب في الدار وكتقرا دكتور عبد الاله المدني وهذه مهمه جدا بمعنى وليتي كتعطيه لعبه الكترونيه وكتهنى. لان هذا هو المشكل بصح هي في الحقيقه الثقافه ديالنا لان احنا ما كبرناش تنقراو مع الاسف قرينا على العنعنه. هذاك قال والاخر قال والاخر قال وهذاك واش شتي والاخر قال لي بلودن بلودن. نعم عندنا ثقافه اذنيه بحال اللي قلتي. نعم نعم. ولكن يمكننا نتبدلوا في الاتجاه الصحيح. نعم. العنعنه مهمه كتعاود حكايه لولادك مزيان اللي فيها واحد الملخص اللي كيعطيك واحد النتيجه اللي هي بوزيتيف. نعم فيها حكمه فيها موعظه فيها نصيحه. فيها حكمه فيها كتقول ديما في الاخر كتقول له ها القصه علاش دارت. فيها قيمه من القيم ديالنا دكتور عبد الاله. اها وين عندي حكايه خايبه وما عندها حتى معنى وكتبخص شي حوايج ما كاين باش نعاودها. نعم. بحال اللي قلت لك ديما تنقول علموها لنا في المدرسه. كان فيما كنا كندخل مع الاسف هادشي اللي ناقص دابا. نعم. تيقول لنا المعلم اول حاجه نكتبوا ليس كل ما يعرف يقال. ليس كل ما يقال أتى أوانه ليس كل ما أتى أوانه حضر أهله. نعم نعم. ملي كتفهم هذه وكتكبر بها ما كتفهم بزاف د الحوايج. كتربي شخصيتك كتثقل شخصيتك وكترمم شخصيتك دكتور عبد الاله المدني. شكرا لك على كل هالتوضيحات والنصائح والخطوات مهمه في التعامل مع وليداتنا اثناء السفر. سفرك سعيد باذن الله الا كنت غاديه دكتور عبد الاله المدني. ان شاء الله. شكرا لك سيدي. مرحبا.